راح السلام عليكم عمي حب على راسه مسك ما يعرفه مسك على مسك من ايده وركب الدري. هذه القيم العربيه الكويتيه العربيه الاسلاميه الاصيله وهذه اهل الكويت عليها. لكن انا بس اعقب على اخوي كلام ابو احمد، انا اعتقد ان الوطنيه ايضا تتمثل في التضحيه والايثار وتتمثل في اخلاصك في عملك. كلهم في شيء، كلكم في اختصاصه يعني. انا بقول كلمه وسمحوا لي، يمكن انا ترى مو عاده نفسي اني مقدمه برنامج، لا والله حاسبه نفسي قاعده معاكم ونسولف كذي. هذا اللي يميز برنامجك. الله يسلمك. تسلم. نسيتني احمد. الله يعافيك. كمل يا فيصل. فانا اقول لك يعني هذه احنا يعني مرات القيم العادات والقيم الكويتيه مرات تكون اقوى من القانون، تكون رادع. نعم. يعني مثلا من القيم الكويتيه انك ما تتعدى على الاخرين، انك ما تسرق. اذا كنت في المكتب تشتغل مو شرط مديرك ولا يشوفك ولا احد يشوفك. لا اكيد خلينا نشتغل، يعني انا اللي مسؤولي وراي وطالعني حتى اورينا انا شلون اشتغل. لا بالضبط، خلي يشتغل، هو موجود وهو مو موجود، نشتغل بانجاز الكلب بانتاج، صح ولا لا؟ باخلاص وفريق واحد. يا سلام، ذكرت احبش بقوه. ما راح اعلق على كلام فيصل وعلى كلام ناصر، هم بعلق عليه. قال في طلعت هذا ناصر فيصل، ترى الكل يحب الكويت بس ما حد يزايد. صحيح، ما حد يزايد عن حب الكويت. في مشكله شلون احب ديرتي بطريقتي، هذا مشكلتي ترى. طريقتي انا يمكن انت ما تقبلها، يمكن انا اتقبلها، لكن يبي لنا سعه الصدر ورحابه الصدر يا فيصل. أكيد. ما عندنا ضوايد بسرعة من لو قاعدة معك عين نفتح لنا موضوع بعد شوي يمكن تخانق فاتشونا ما عندنا. دكتورة أنا أعتقد يعني يمكن في دور وزارة التربية والتعليم العالي دور جوهري. نعم. أعتقد يعني سابقا كان هناك فعاليات داخل المدارس شعبية وعلمية حتى بعد الدوامات، هذه افتقدناها. هذه الامور مثل الفتوه، مثلا الشباب الفتوه تتعلم رجوله وتعرف تدريب شبه عسكري، البنات مثلا اشياء اخرى. هذه الامور الاشياء اللي حتى تبدي من محبه الطالب لمدرسته تخلق جيل فعلا مخلص في عمله. نعم. فهمت شلون؟ ايضا وزاره الاوقاف انا مقطع كلامك ما تمت المخرج يقول ترى عندي دقيقتين. صدق ما شاء الله. ناصر حاط ايده كذي وانا ممكن اعطي ناصر. اي لا تفضل. زين وارد لكم بعدين. تفضل ناصر. لا بس حبيت اعلق على موضوع العمل الخيري بالكويت. انا بشكركم طبعا العمل الخيري بالكويت اليوم واصل الى مداه البعيد وتحقيق انجازات رائعه. احنا اول ما عملنا في 2003 كان ايرادات الجمعيات الخيريه الخمس اللي موجوده في ذاك الوقت فقط ما تعدى 20 مليون، اليوم وصلنا 86 مليون و588 ما شاء الله. هي محصله للعام واحد يضاف الى ذاك زياده الخمس جمعيات الى 10، زياده ال 110 لجان اليوم صاروا 160 لجنه. مبرات اللي تفضل فيها اخوي احمد كانوا 13 اليوم وصلنا ل 80 او 85 مبره. مبرات هاي تعتبر منارات جديده في سماء العمل الخير الكويتي، ميزانيتها لحد الان حول 10 ملايين. الاخوان اللي قاعد اتكلم عنه هذا انجاز رائع طبعا، لا شك انه هو تحقيق النقله النوعيه في العمل الخيري. الاخوان قاعد يعملون داخل الكويت توطين العمل الخيري داخل البلاد. احنا قاعد نشجع على اظهار الحقيقه المبارات واشهارها بالشكل اللي نشترط فيه ان يكون في الكويت تحقيق النقله النوعيه حتى نغير ثقافه العمل الخيري في الكويتي. انا ما يهمني والله ناصر يبي لك حلقه عن العمل التطوعي لان انا اعاني منه، حياتي كلها تطوع على فكره. انا حياتي كلها تطوع. كلمه اخيره فيصل وبعدين احمد. انا في النهايه اهني اهل الكويت واقول افرحي يا كويت، انت فعلا اليوم عروس الخليج. أيوة وسبحان الله ربك سبحانه وتعالى، يعني اليوم انا صليت الفجر وطلعت شفت الدنيا ضباب مريخ شيء جميل فعلا. اجواء فبراير اجواء هذه اجواء فبراير العام ما كان شيء، السنه سبحان الله يعني ان شاء الله نقولها علامه رضا علينا بالكويت. الحمد لله. عسى فمبارك الله. مبارك لاهل الكويت، افرحوا يا اهل الكويت، استانسوا هذه ديرتكم، ولا تنسون وصايا صاحب السمو حفظ الله ورعاه في التلاحم والتآزر، وخلكم على سجيتكم أهل الكويت كذي طريقتهم. وشغلة أخيرة لازم، لأن ذكرت أم حمد توصل لك سلام خاص ومن أشد المتابعين لك، وكل يوم المغرب إحنا نتابعك. الله. إي والله هذا هذا هذا. وبعدين شغلة ثانية بس من خلال ما تزعل أبو أحمد، يبقى حكيك مو قديم، حكيك حكي أهل الكويت الأصليين، حكي حريم أهل الكويت. روحي يا كويت. أحمد دكتوري مساء، انت قلت كلمه نتشربها، انا ودي اقول قصه صغيره. إيه؟ وهم اول مره اقولها معنا. يلا. كنا في القاهره رحنا نحجز الرده ما في، فقعدنا خمسة ايام نروح المطار ونرجع نروح المطار، فصار في ولهه على الكويت بشكل مو طبيعي.
فأنا قاعد معصب قلت له إن وصلنا الكويت والله لا أكل تراب. وفعلا يوم نزلنا خذينا قفشة بس طبعا قسلنا الرمل وأكلنا هو معي الشخص الثاني. فالآن هواها وصرابها في يعني هذا هذه شربناها الآن وعشناها والآن أنا أقول حق أولادي يعني. فحقيقة يعني واحد لما يطلع لكن في نقطة مهمة جدا دكتور أنا ودي أحط لفتة. أنا حقيقة الآن أشوف أنا ضابط في الجيش مقدم الآن أشوف العقيد صابر سويدان أو اللواء آسف صابر سويدان دكتور زوقي هذول كانوا يدربون الطيران وكانوا أساتذة كبار لكن حقيقة ما نشوفهم إلا من يعني من عيد إلى عيد في التحرير نسمعهم ونفرح لما نشوفهم. فأنا أقول هذول كبار في السن يعني في الجيوش الأوروبية وكذا سموا حطوا الجندي أو شو يسمونهم قدام المحاربين. لا أنا أقول الرعيل الأول لازم يكون له دور. فأنا حقيقة أتمنى منك إن تسويش حلقة للرعيل الأول من البلدية كبار السن. أيوة أنا حكي عتيج وكلامي عتيج والرعيل الأول والله يستاهلوا بالخير. أنا أقول لك شكرا لكم من كل قلبي مشكورين وصوا سلاماتكم حق الأهالي اللي قاعد يشوفوني حق مرتكم حمد قولها مشكورة ما قصر أمسي عليك يا محمد ونقول لك كل عام وانت بخير ونهنيك بعيادنا الكويت الوطنية. مشكور أخوي ناصر ما قصرت على الحضور شكرا لك فيصل يا هلا دكتورة فيك شكرا لك أحمد ما قصرت على الحضور نشوفكم باكر عيادنا مستمرة وفرحاتنا مستمرة يا أهل الديرة يا الكويتيين يا الطيبين شوفكم باكر بإذن رب العالمين من الساعة 9 لساعة أنا بالنسبة لي وقتي من الساعة 9 لساعة من 9:30 لساعة 10:30 أعتقد كذي نقول لكم مع السلامة في مالا الله يحفظكم الله يحفظك.